منصة تعليمية للإجابة على كل استفسارات الطلبة من أجل بدء انتقال الطالب وارتحاله من مرحلة التعليم الثانوي إلى آفاق المرحلة الجامعية. هذا ما قدمه معرض نجاح أبوظبي 2023. تشارك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في معرض نجاح لهذا العام لتعريف الشباب بجامعتنا وبرامجها وتخصصاتها. تقدم الجامعة تخصصات متميزة في مجال العلوم الإنسانية، منها التخصص الأول في التسامح والتعايش، بكالوريوس التسامح والتعايش، وأيضا بكالوريوس الفلسفة والأخلاق، بالإضافة إلى تخصصات اللغة العربية في تخصص الآداب واللسانيات والدراسات الإسلامية. وعلى مدى 3 أيام قدم المعرض من خلال منصة مركز النجاح أكثر من 30 ندوة ومحادثات حية من قبل كبار المتخصصين في التعليم العالمي، كما أنه قدم مجالاً مناسباً للتواصل والتعلم مع أكثر من جامعة داخل الدولة. نحن بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية نحرص دائماً على المشاركة في معارض نجاح لاستقطاب الطلاب، وإن نوفر لهم كل المعلومات اللي يحتاجونها على أساس يدخلون الجامعة. في الجامعة نعرض 15 برنامج من بكالوريوس ودراسات عليا. هالسنة عرضنا 3 برامج جديدة عنا. منح المعرض للطلبة فرصا متطورة لبدء المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار الجامعة، والتخطيط الأكاديمي والحياة الجامعية وكيفية تلبية متطلبات القبول والمواعيد النهائية لتقديم الطلبات، بالإضافة للمنح الدراسية المتاحة والمساعدات المالية للطلبة في المرحلة الجامعية والدراسات العليا. يشكل معرض نجاح واجهة هامة للجامعات والكليات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، وذلك من أجل لقاء الطلاب وعرض برامجها مباشرة عليهم. لمركز الاتحاد للأخبار ندى الزعابي، أبوظبي.